مشاهدي زوم افريكا برحب بحضراتكم، واحنا بنتكلم على ظاهره الهجره الغير الشرعيه ودور المراه في القاره الافريقيه واطلاق مشروع حياه كريمه لقارتنا الخضراء افريقيا. معايا دلوقتي لقاء مهم جدا مع سياده السفيره نميره نجم، برحب بحضرتك في زوم افريكا. اهلا بيكي. طيب عايزين نتكلم بقى في البدايه على المشروع العظيم، هو حياه كريمه لقارتنا الخضراء افريقيا. هو الحقيقة لازم أبدأ بأن إطلاق هذا المشروع مواكبة مع كوب 27 يدل على أنه لدينا قيادة حكيمة بالفعل. هي السيد الرئيس يكفي أنه سمع فكرة والحكومة طورتها وأطلقها كمبادرة. الفكرة بدأت في مصر ونجحت في مصر. فكرة التوفير حياة كريمة لا يأتي فقط ببناء أماكن للسكنة أفضل من أماكن كانت سيئة أقل ما يمكن وصفها به، لكن هي بتحل مشاكل اجتماعية وآفات كثيرة في مضمون هذه المبادرة. الحقيقة أقدر أقول إن أنا يعني سعدت جدا على المستوى الشخصي بهذه المبادرة، لأنه خلال أعمال مؤتمر الشباب هنا في شرم الشيخ خلال هذا العام أثرت هذا الأمر مع السيد الرئيس في لقاء مع سيادته في مع ممثلي المنظمات الدولية، طلبت تعميم المبادرات المصرية لاستفادة الأفارقة وأشقائنا في جوارنا بيها، لأنه بالفعل كان هناك تغيير حقيقي أنا لمسته حينما عدت إلى مصر بعد أكثر من عام خارجها، وده كان أثر هذه المبادرة. فاقترحت نقل التجربة المصرية إلى الدول الأفريقية في مبادرة حياة كريمة، واستجاب السيد الرئيس مشكورا لهذه الفكرة، وأتت ضمن مخرجات مؤتمر الشباب لهذا العام. وبالفعل تطورت الفكرة إلى مبادرة حقيقية خلال المبادرات التي طرحتها الرئاسة المصرية. هو بالفعل تمت الاستجابة لهذه المبادرة وتحولت إلى مبادرة للرئاسة المصرية في إطار كوب 27 لنقل التجربة المصرية في مشروع حياة كريمة إلى القارة الإفريقية. الآن نحن هنا في محفل عالمي في المانحين والممولين من القطاع الخاص ومن الحكومة والحكومات يعني الحكومات الأجنبية، وكافة الوسائل لنقل الخبرات موجودة. وبالتالي حينما نطلق هذه المبادرة في هذا التوقيت يدل على جديتنا في العمل في نقل الخبرة المصرية للقارة الإفريقية في مبادرة حياة كريمة. طيب ملف آخر هو ملف الهجرة الغير الشرعية ونتائج التغيرات المناخية اللي في العالم كله، خاصة في قارتنا الأكثر تضررا هي القارة الإفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في مساعدة المرأة كمان في حمايتها أو سبورت لتغير المناخ. وطبعا احنا عندنا جزء اساسي من عملنا خلال هذا المؤتمر هو زيادة الوعي واعطاء وجه بشري للتغيرات المناخية. للأسف احنا لغاية عام 2009 على المستوى الدولي لم يتم الربط ما بين التغيرات المناخية والنزوح والهجرة، دائما ينظر إليها إما لأسباب اقتصادية أو أسباب أمنية وعدم استقرار وهكذا. ولكن خلال الأعوام الأخيرة ومنذ 2009 بدأت المنظمات ومنها الاتحاد الأفريقي مناشدة الدول بالنظر بشكل جدي في موضوع الهجرة المناخية، نظراً أن الهجرة تحدث لأسباب عدة ومنها التغيرات المناخية. هنا نربط بين ما نراه كغطاء للهجرة سواء مشروع أو غير مشروع بكافة أوجهها
حينما نقول أن الهجرة اقتصادية، لم يحلل البعض ما هي أسباب الهجرة الاقتصادية. جزء كبير منها الآن اكتشفنا أنه يرجع إلى التغيرات المناخية من فيضانات وأعاصير وجفاف. القارة الأفريقية من أكثر القارات التي تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مناطق عدة. لدينا سيول في مناطق لم تعهد السيول، لدينا أعاصير أدت إلى نزوح مئات الألوف من البشر في وقت قصير، لدينا الآن في مناطق جفاف وفيضان في ذات الوقت. منطقة في نفس الدولة بقت جافة ومنطقة أخرى تعاني من الفيضانات. فلدينا بلا شك الآن وعي بأن هذه مشكلة حقيقية وتؤدي إلى مآسي إنسانية، فعلينا العمل على مراعاتها. المرأة جزء أساسي من موضوع الهجرة المناخية. المرأة عادة هي صلب الأسرة في عدم تغيير البيئة وتوفيرها بالنسبة لأولادها وأسرتها. تأتي موضوع الهجرة المناخية بأثار سلبية بشكل كبير على المرأة وعلى البنات وفي التعليم إلى آخره. فبالتالي توعية المرأة والاهتمام بأنها تلعب دور كبير في الحفاظ على الأسرة من جانب، وكذلك العمل على المؤامات البيئية من جانب آخر هام للغاية. نحن في القارة الإفريقية 64% من مواطنينا يعملون في الزراعة. هذا يعني أن المرأة لها دور كبير جدا حتى في المناطق التي لا ترث فيها الأراضي، ولكنها تساعد في إدارة هذه الأراضي. وبالتالي حينما نقول بضرورة موائمة الأراضي التي انتبه الجفاف من أنواع زراعة أو تعديلها إلى آخره، نحتاج إلى المرأة ونحتاج إلى تعليمها وتوعيتها حتى نمكنها من القيام بهذا الدور. طيب لو اتكلمنا بقى على قراءة حضرتك لمكاسب مصر من استضافتها لمؤتمر المناخ 27 والقارة الأفريقية، هل فعلا دول العالم وخاصة الدول المنحة هتقدر توفي بوعودها؟ لأن على مدار المؤتمرات السابقة أو القمم السابقة لم يفي المانحين بوعودهم تجاه القارة المظلومة. وطبعا انا اقدر اقول ان احنا على المستوى الوطني اقدر اقول انه التنظيم ناجح للغايه. نجحنا في ان احنا نوقع عقود لمشاريع للتنميه في مصر هامه للغايه بالنسبه لنا. اخرها كان هناك توقيع لانشاء محطه توليد طاقه في شرم الشيخ، طاقه نظيفه. دي بالنسبة لنا على المستوى الوطني إنجاز. طبعا الجانب الآخر السياحة، احنا المؤتمرات أحد أنواع السياحة، وشاهدنا في اليوم الأجازة في كوب جميع المشاركين ذهبوا إلى البحر ليستمتعوا بما تقدمه شرم الشيخ، فهذا كذلك إنجاز آخر. تركيز الإعلامي على مصر هذا إنجاز كبير لضمان إظهار صورة مصر كما هي الآن، وتأكيد على أن مصر آمنة للسياحة، فده برضو بالنسبة لنا إحنا إنجاز على المستوى الوطني. من ناحية الدولية هو بلا شك ملموس أن التنظيم كان جيد، ملموس أنه هناك عمل. الرئاسة المصرية حاولت بشكل كبير وبجدية بذله لضمان كما تفضلتي أن تقوم الدول الكبرى بتنفيذ تعهداتها. نحن على علم وعلى دراية أنه من المستحيل فرض الدول الوفاء بالتزاماتها، ولكن الضغوط التي رأتها الدول المانحة في هذا المؤتمر غير مسبوقة. التركيز الإعلامي الكبير على أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة والجديدة،
خاصة وأن كل التعهدات في إطار جميع المؤتمرات الخاصة بالمناخ لا تأتي من قريب أو من بعيد بالمبالغ الحقيقية التي تحتاجها القارة الأفريقية للتنمية ومواجهة أثار التغيرات المناخية. وبالتالي على الأقل نحن نحاول أن نؤكد لهم ضرورة بذل الجهد سوياً، ليس فقط في التمويل ولكن التمويل في برامج ودعم الدول الأفريقية في الإعداد لهذه البرامج. المشكلة الحقيقية وهو ما يقوله البعض من الدول المانحة، أنتم لا تأتوا ببرامج يمكن ننفذها. لماذا؟ لأننا ليس لدينا قدرات، وكان جزء أساسي من التعهدات السابقة بما فيها في جلاسكو هو ضمان بناء القدرات الأفريقية للخروج بمشروعات يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتمويلها. هم لم يقوموا بذلك، وطبعا برضو ما ننساش أثار كوفيد-19 التي أدت إلى تراجع كبير في هذه المسألة كذلك. فنأمل أن تفي هذه الدول بتعهداتها. أنا خلال عملي في كوب-27 أقدر أؤكد لك أن هناك فرص كبيرة وهناك مشروعات كثيرة حتى يقوم بها الشباب الإفريقي في محاولة الخروج بحلول مرتبطة بالتغيرات المناخية ومرتبطة بالبيئة والحفاظ على البنية الأساسية لمجتمعاتهم. يمكن أن نأخذ هذه المبادرات لتتحول إلى مشروعات على المستوى الإفريقي تنفذ في كافة الدول، والتأكيد في أنها فعلا صالحة لأنها نجحت فيما يتعلق بالجفاف، ضخ المياه عن طريق وحدات صغيرة إلى خزانات تعمل بالطاقة الشمسية. هذا مشروع هائل يمكن تنفيذه، وتنفيذه في أكثر من دولة. هناك مشروع آخر جمع المعلومات والبيانات الأراضي الزراعية عن طريق الدرونز. طب ما هو ده ممكن يتم الاستفادة به وتوسيعه وربطه بشبكات معلومات يمكن الاستفادة به كل دولة داخلها لمعرفة والتنبؤ بالتغيرات المناخية. قابلت أحد الشركاء في ورشة عمل هنا من أحد المخترعين للسوبر كمبيوترز التي تؤدي إلى التنبؤ بالتغيرات بالمناخ، ليس فقط اليوم أو أسبوع ولكن لمدة عام. هذا سيساعد الدول في التخطيط فيما يتعلق بالهجرة المناخية وكيفية علاج المسألة بشكل يقلل من مشكلاتها. ولكن كل هذه المشروعات تحتاج للتمويل. نأمل أن هذه المشروعات توضع من قبل الدول على المائدة للدول المانحة حتى يمكن الحصول على التمويل الكافي لها لفائدة القارة. شكرا سيادة فيرا نميرة بنك، شكرا لحضرتك. عفوا، ميرسي جدا.